رسول الله صلوا عليه. وصف الله تعالى الشمس فقال سراجا وهاجا، ووصف القمر فقال قمرا منيرا، وجمع وصف الشمس والقمر في وصف فقال سراجا منيرا. ذكراك يا رسول الله هي التي تحيينا، صلوا عليه وسلموا تسليما. أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا أصدقائي. وفي يوم المولد النبوي الشريف كل عام وأنتم بألف خير. أعاده الله علينا جميعا باليمن والبركة والخيرات. والآن فلنمضي في رحلتنا. معي اليوم ثلاث زهرات. أهلا وسهلا بكم يا رياحيني. مرحبا يا أصدقاء، كل عام وأنتم بألف خير. والآن معنا حنان، سوف تروي لنا حديث نبوي شريف. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال ما شئت. قال قلت الربع. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال قلت فالثلثين. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال استكفى همك واغفر لك ذنبك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والآن ياسمين، أحبت ياسمين أن تهنئنا بطريقتها بالمولد النبوي الشريف. صلى الله عليك يا سيدي يا خير الورى. في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم كل عام ونحن على هدى النبي سائرون، وبسنته وبأخلاقه مهتدون، وإلى لقائه مشتاقون، صلوا عليه. والآن رند، أحبت أن تنشد لنا أنشودة بصوتها اللطيف. يا من صليت مثل الأنبياء، يا من ألفت طلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديت تشهدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، أديتك بالسلام والفرام يا محمد. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إلى هنا يا أصدقاء انتهى فيديو اليوم، دمتم بحفظ الله.